يوم واحد بالسنة إذا ما عملت أي حادث أو مخالفة مرورية بالإمارات أنت بانتظارك مكافأة كبيرة. أول يوم دراسي يكون يوم مزدحم، فعسبتي نحن نبغى نخلي هذا اليوم يوم بلا حوادث، يوم خالي من الحوادث المرورية، يوم آمن للأطفال كذلك. بس الشيء اللي نقدر نقول مميز في حملة يوم بلا حوادث أنه خلال آخر 3 سنوات ما صار عندنا ولا حادث وفاة. بس السؤال المهم، ليش هي الحملة بالذات مميزة عن غيرها من الحملات الثانية؟ اللي يميز يوم بلا حوادث أن المسؤولية تقع على عاتق الجمهور. يعني نحن نطرح السؤال للجمهور، هل يا جمهور تقدرون تتكاتفون ونحقق يوم بلا حوادث في أول يوم العودة للمدارس؟ وفعلاً نحن لاحظنا أن الجمهور قد المسؤولية وكانت النتائج جداً مبهرة خلال السنوات السابقة. لهيك هاليوم صار بمثابة تحدي بالنسبة لنا، تحدي أنه ما نسجل أي مخالفة أو حدث مروري بهاليوم، وبنفس الوقت صرنا نسأل شو هي مكافأتنا؟ المكافأة سلامة السائق نفسه، طبعاً هاي مكافأة بحد ذاتها. أما المكافأة اللي راح يحصلها من وزارة الداخلية إذا هو التزم في تاريخ 26/8 أول يوم العودة للمدارس، ما عنده ولا مخالفة، ما صار لا حادث مروري، راح يحصل على خصم 4 نقاط مرورية سوداء من رخصة القيادة. وإذا عم تسأل شو الفائدة من كل هالحملات، رح أقول لك إنه الفائدة كبيرة وعملت فرق كبير، وأولهم سلامتك وأمانك، لدرجة إنه وفيات الحوادث المرورية بدبي انخفضت بين سنة 2007 و 2023 بنسبة 93%. وفي دراسة للبنك الدولي بتقول أنه الانخفاض ولو بنسبة 10% بوفيات حوادث الطرق ممكن يزيد من نصيب الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 3.6%. وإذا كنت ما بتعرف، أنا رح فاجئك وخبرك أنه مستوى الدخل للدول له علاقة بارتفاع وانخفاض نسبة وفيات حوادث الطرق. بحسب تقرير لGlobal Status Report on Road Safety، الدول اللي دخلها منخفض عندها معدل وفيات الحوادث عالي بمعدل 24 حالة وفاة لكل 100,000، أما الدول اللي دخلها مرتفع عندها معدل وفيات الحوادث منخفض بمعدل 9 حالات وفاة لكل 100,000. عندك مثلاً ببلغاريا فيها أعلى نسبة وفيات حوادث بالعالم بمعدل 88 حالة وفاة لكل 100,000، وبأمريكا 12 حالة وفاة عن كل 100,000. أما بالإمارات وهي من أقل دول العالم بوفيات حوادث الطرق، فيها 3.5 حالة وفاة لكل 100,000. لهيك خلي التحدي عالي عندك هاي السنة، وحافظ على سلامتك، وحاول ما تعمل أي مخالفة أو حادث مروري بهاليوم. فمين جاهز للتحدي؟